منك العربية؟ والله والله فارق عنه 10%. شوف العربية شو موقفه برضه متوسط 50. والله العربية يا جماعة الشركات زي المؤشر في مفترقات طرق. لما نيجي نقول المؤشر لو اخترق السقف حيبدع، شوفوا الشركات لو عدى العربية الآن زي اللوجين متوسط 50، شوفوا ايش حيسوي. خلاص حيكمل، حيدور 36، حيدور 37، حيسوي زي ينبع وراء. شوفوا ما شاء الله واثقين الخطوة يمشون الإسمنتات. بس انتوا راقبوا الآن المقاومة وراقبوا المطب ده لا ينزل عنه مرة تانية. شوفوا الآن ايش مخترق العربية استراتيجية، رجع فوق 33.90 اللي هو قاع شهر 7، فوق قاع سبتمبر 34. ما دمت انا فوق 34 شرلم حتى لو ما عديت 50، انا اكمل انتظر. يلا اذا عد الآن 34.60 العربية بيننا وبينها ربع ريال، مش العربية بحول الله تعالى، توكل على الله. شوفوا اسمنت القصيم ايش سوى، شوفوا الخط اللي كسره هنا، شوفوا ايش كسر هنا، شوفوا متوسط الميتين اللي كسر. شوفوا يا شباب ما في مستحيل في سوق الاسهم، شوف كسر الميتين، كسر الخمسين، كسر المية على الشهري، قفل تحتهم كلهم، راح السهم من مناطق هذا القاع حق شهر 9.71 وقاع شهر وقاع سنوي 71.80. خلينا على هذه الشمعة 71، من هنا بدأت البربس نزل. طبعا وانت شايف الشارت يوم كسر هذه المنطقة تعتبر كسر ايش؟ كسر الترند. الترند ما يفرن، وين راح؟ اكيد انت هو كاسر الترند حتمسك الفيبو وتعكسه من الادنى الى الاعلى عشان تعرف نسبة التصحيح. شوفوا كم صحح الين قريب 61 فيبو، سجل الادنى 55.60 علما انه نسبة 61 54 75 دخلوا شالوه من هنا. شوفوا ايش سوى، اغلاق شهري سلبي تعبان. شوفوا شمعة يناير صعد فوق ال 62 ال 50 فيه، اخترق ال 100، الان اخترق ال 50 المكسوره. شوفوا الان فين؟ على اعتاب ال 70 71. يعني يا جماعه خليني اكون صريح، شفتوا لو انا املك في اسمنت القصيم وحصل معايا هذا السيناريو ما بعت الى الان، صمت. هذه المناطق انا اعتبرها اختبار للحركه الوسخه اللي صارت، يعني ما في ثقه عندي في اسمنت القصيم. تلاقيني الان حريص على التخفيف والاستفاده من هذا التعويض الكبير. ليش؟ لانه المنظر ده من بعيد ما هو منظر ايجابي كبير يوحي لك باهداف مستقبليه فوق. الى الان انت اللي قاعد تسويه هي عمليه ترميم لشيء مكسور فقط، واحتمال هذا الترميم اختبار. يعني هم لما كسروا راحوا ضربوه وعدلوا متوسطاتهم وطلعوا ممكن يجوا يرموا في المنطقه دي. فشوفوا هو فين وصل الان، خلاص هو بدا الان يدخل في اخر محور له في الاختبار. يعني لما يعدي منطقه زي 68 ما يصير يكسرها مره ثانيه. طيب فين يروح بعدها؟ خلاص من 70 ل 71 بالذات هذه المنطقه حتكون قوي لانه هنا حصل الكسر، منطقه اختبار للكسر. لو قلبنا الشارت على اليوم هنلاقي انه في فجوه تاركها عند 70.5. برضو شوفوا هنا، شوفوا هنا اخترق ال 50 المية عند 71. يعني الان كيف يضعف اسمنت القصيم بهذه الموجه اذا رجع كسر متوسط ال 50 65؟ بس طبعا لما تيجي تقول 68 ل 65 3 ريال، بس السهم هو ايجابي الان على اليوم اخترق اكيد اشياء حلوه، لكن شوفوا فين في المنطقه دي. يعني انا اقول شكرا من اعماق قلبي لمضارب اسمنت القصيم انه رغم كل اللي سواه يعني ما زعق يعني راضاهم وقال لهم شوفوا انا من هنا بهدلتكم وهذا جبتكم انا قريب المنطقه دي. يعني اللي ما هو عاجبه السهم يبغى يطلع يطلع، كتر خيره، شكرا لك. وانا بصراحه لو كنت يعني في السهم لن اقبل اني اجلس بعد هذا التعويض، يعني بالذات اذا كان متوسطي في السبعينات ابغى اترجل واقول له يلا وريني امكانياتك في الفتره القادمه، هل تنجح انك تغلق على الشهري فوق ال 200 وتبدا كان شيئا لم يكن يعني وتخترق الترند اللي كسرته؟ ان حصل هذا السلوك فهذا سلوك ايجابي قوي، وهذا يخلينا خلاص نعتبر انه اتاخر القصيم في التصحيح وبعدين صحح وبعدين رجع وخلاص وبدا يشق طريق. اما كده لانس انا ما اقدر اعطي له الامان بدرجه كبيره جدا. وضحت وجهه النظر، وهذا درس يعني حتى مو بس لما نقول في اسمنت القصيم، احيانا تصير كثير في شركات انها تكسر ترند، في شيء اسمه عوده لاختبار الترند، عوده لاختبار الكسر. في اللي يعتبر انه وقف الخساره فاته وما وقف خساره، فقدر الله انه جلس اتعلق، يوم يرجع السهم يفك تعليقته او يرجع لنفس المنطقه انت تعامل معها على اساس انها مقاومه، لا تقول لا بس خلاص وما ادري ايش، انت سويها ولو بنص الكميه، لو بجزء كبير من الكميات تحسبا ما انه السهم يسويها اختبار ويرجع مره ثانيه تيتي تيتي زي ما طلعتي زي ما نزلتي مره ثانيه، لانه ما يعتبر ما زال الترند مكسور من الناحيه الفنيه. وضحت الفكره يا حبايب؟
والله ينبع أطلق من العربية، شوفوا إيش سوى ينبع على اليوم، شوفوا ينبع إيش سوى على اليوم، حتى 200 بدأ يعديها الآن. الله 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 الله. عنده مطب 38 70 فوق 200 دي 38 ريال. الله الله يا ينبع، خلينا نرسم له مسار نشوف الترند هنا كيف يخترق. هذه آخر قمة نزل منها 42 85. لا 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 يا جماعة، الإسمنتات القديمة والله الجماعة مستهدفينها استهداف رهيب. شوف 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 والله هذا الشارت رهيب حق ينبع. إغلاق زي كده فوق المتوسطات الثلاثة خارج المسار من آخر قمة فرعية، أديله منقى 38 70 يعديها. شوفوا من فين نازل، والله ممكن يرجع لل 43 مرة تانية. قولوا لي اليمامة إيش أخباره بعد ما رجع من 25 عدى 28 و27. الله 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 الله، يوفوا اليمامة، يا سلام يا سلام يا سلام، عدى 27 فوق 50. الله الله، شوفوا 100 28 ونص. حلو والله الاسمنتات القديمة يا جماعة، مؤشرات ولا أروع، شوفت عينكم. شوف إيش مسوي نجران، معدي 100 واقف فوقها، يعني أموره طيبة إلى الآن. ما دام فوق 100 فاتح بقاب مخترق 100، 100 فين؟ 12.67 هللة، يعني قول 12.70، أنت 12.68 الآن. ما دام اخترقها صار الدعم له الآن، يعني ما نبغى ينزل. شوف تارك فجوة الآن عند 12.62، أهم شيء ما يكسر الفجوة دي. خلاص ما دام فوق الفجوة ممتاز، إن شاء الله يكمل استراتيجيا. انت شوف فين واقف يا جماعة، ما سوى شيء نجران لسه. الأدنى كله يا جماعة، الفيلم كله الأدنى فيه 11.80 والآن 11.70، يا دوب ارتد 90 هلن. ما لا ما زال ما في شيء. تبغوا يعني تبغى الشارت يكتمل، ارجع للفيبو القديم اللي هو نسبة التصحيح. شوفوا كم كسر، وين كسر نجران، وين كسر؟ 13.90 كسر المناطق دي، 13.60 هذا قاع شهر 6 هنا، هذا قاع شهر 6 وقاع شهر 7 هنا. يعني نجران الآن كيف نعتبر انه وصل مقاومة عليها القيمة؟ لما يجي يوصل هنا 13.60 13.90 هذه منطقة قوية، هذه المناطق ما هي قوية اللي هو بيلعب فيها، لكنها قوية على اليومي لأنها متوسطات يومية. فأنت الآن يوم تفتح الشارت الآن تلاقي وضع نجران طيب. ليش؟ لأنه معدي 100 واقف عندها، مو واقف تحتها، يعني ممكن يكمل، ممكن يكمل. تبغى تسوي حركة كمان تتفلسف أكتر، تعال للمسار العرضي، ابحث عن ترندو. ها شوف شوفوا الآن إيش اللي موقف نجران. شفتوا لو الشمعة تطل برأسها مخترقة هذا الترند؟ الله أكبر، لو جيت سويت كده الوتد من تحت إلينا الترند وجيت على طول تبغى تقول كم هدف الاختراق، ينصر دينك يا أبو محمود. شوفوا التحليل الكلاسيكي أعطاك الهدف محل المقاومات الاستراتيجية ما بين 13.60. يعني أنا إيش يبغالي عشان أروح هنا؟ عدي هاي اليوم، عدي منطقة 12.76 12.80، هنا القوة اللحظية في السهم. هذا تحليل نجران يا كابتن.